الآن كتاب في سفر زكريا الإصحاح الثالث، قال الرب لينتهرك الرب يا شيطان لينتهرك الرب، فمن المتكلم؟ والرجاء شرح الآية. كان الشيطان ساعتها بيعاكس هوشع الكاهن العظيم، فقال له أحد الأرباب لينتهرك الرب يا شيطان لينتهرك الرب، أليس هذا شعلة منتشلة من النار؟ قال الرب، يعني قال واحد من طائفة الأرباب، في طائفة في الملائكة اسمها طائفة الأرباب. لما احنا بنقول نيمت شويس نيجوم، يعني الأرباب، طائفة من الملائكة اسمها الأرباب. أما بالنسبة لربنا فبنقول عليه رب الأرباب، يعني هو رب لهؤلاء الأرباب. فهذا الملاك اللي في درجة أحد الأرباب بيقول للشيطان لينتهرك الرب، يعني لينتهرك الإله، يعني مرضيش ينتهره بنفسه، قال له ربنا اللي ينتهر. واحد بيقول ما رأيك قداستكم في مهنة المحاماة؟ وكيف يحقق الإنسان فيها النجاح وفي نفس الوقت لا يخالف ضميره؟ من أعظم المحامين في التاريخ غاندي، المهاتما غاندي الزعيم الهندي العظيم. قبل ما يروح الهند كان في جنوب أفريقيا، وكان محامي في جنوب أفريقيا. فكان لما تجيله قضية يقول للشخص اللي مقدم له القضية سيبني كده يومين ثلاثة أشوف ويدرس، إن لقى الحق في جانبه يقبل إنه يترافع عنه، ما لقاش الحق في جانبه ما يقبلش. بس مش كل المحامين بيعملوا كده. مش أصول المحامي يخالف ضميره، لأن لما يخلف ضميره بيبقى بيظلم الطرف الآخر في المتقاضين وفي المتخاصمين مع بعض. إن لقى الشخص فعلا مدان وأراد أن يدافع عنه يحاول يشرح الظروف اللي فيها اللي ارتكب فيها الجريمة، ويحاول أن يخفف عنه من الجانب الأدبي أو النفساني في القضية وليس من الجانب المادي يعني. لكن كون إن هو يمشي غلط مش صح، لأن الكتاب بيقول مبرئ المذنب ومذنب البريء كلاهما مكروه للرب. دي نقطة. كيف يكون الإنسان محاميا ناجحا؟ بحاجتين على الأقل. أول حاجة بدراسة دقيقة جدا للقانون في كل نواحيه، ويعتمد على مواد في القانون تمشي شغل. تاني نقطة يكون يعرف أسلوب المرافعات، أسلوب المرافعات يكون درسه كويس. وكل ما ينجح في قضية الناس تجري وراه وتجيب له قضية تانية. وأيضا مما يساعد في النجاح في المحاماة التخصص،
يعني في انسان بيتخصص في قضايا الجمعيات، في انسان بيتخصص في الاحوال الشخصيه، في انسان بيتخصص في الضرائب، في انسان بيتخصص في المعاملات التجاريه. يعني كل ما يكون انسان متخصص في حاجه وقوي فيها بينجح فيها اكتر. واحد بيقول كيف استلم موسى الوصايا العشر؟ هل كانت مكتوبة؟ ما احنا بنقول في القداس المكتوبة بأصبع الله. واحد بيقول ما معنى الفردوس وما معنى ملكوت السماوات؟ الفردوس بارادايس ده مكان الانتظار للأرواح الخيرة بعد ما تموت، وبعدين بعد القيامة ينتقل الأبرار من الفردوس إلى ملكوت السماوات. علشان كده ورد في متى 25، متى 25 من آية 31 للآخر، إن المسيح قال للأبرار الذين عن يمينه: تعالوا إلي يا مباركي أبي رسوا الملك المعد لكم منذ إنشاء العالم. يعني هياخدوا الملك أو الملكوت بعد القيامة وبعد الدينونة العالم. سؤال: عند استدعاء النيابة للشهادة هل قول القسم خطية؟ لا، مش خطية، لأنها بتقال في هيبة ووقار، ومع ذلك قدم لي أحد المستشارين بحثا على أن لو اعتذر البعض أن ما يقولش القسم بأسباب دينية يقبل، يقول أتعهد أمام الله. يعني واحد يقول لماذا قال السيد المسيح وهو على خشبة الصليب: إلهي إلهي لماذا تركتني؟ ونحن نقول إن السيد المسيح هو الله نفسه. ده بعت السؤال من مطرونية نجا حمادي. كويس، دي ليها تفسيرين اتنين. تفسير منهم معناها كأنه بيقول لهم التفتوا إلى مزمور 22 اللي أوله إلهي إلهي لماذا تركتني، وفيه ثقب يدي وقدمي وأحصى كل عظام، وفيه وصف لعملية الصليب. وفي حاجة تانية بتقول إن المسيح من جهة ناسوت بيقول لماذا تركتني، يعني مش تركتني يعني انفصلت عني، يعني تركتني لهذا الوضع اللي انا فيه، يعني ان انا بقيت كأني في موقف مغضب ليك. زي ولد مثلا صغير ابوه ياخده ويمسكه على ايديه ويوديه عند دكتور يفتح له دمل ولا يعمل له حاجه، والواد يصرخ يقول له يا بابا سايبني ليه؟ هو مش سايبه، ده ماسكه، لكن يعني تركه للالم مع انه لم ينفصل عنه. واحد بيقول تمت خطبتي الى انسه حسنت المنظر. هو مكسوف يقول جميله، يعني بيقول حسنت المنظر بالنحو. طيب، ولكن مشكلتها ان لها والدتين ووالدين. ازاي بقى؟ اثنان انجباها واخران ربياها منذ ان كان عمرها 5 شهور فقط،
ولكني خطبتها من أبويه اللي ربوها دون موافقة الأصليين وظهرت المشاكل. هما اللي ما ربوهاش لازم يتربوا. على رأي المثل لمنكم ولا يكفوني شركم. لا هما تعهدوا البنت وربوها واهتموا بيها، ولا لما تيجي تتجوز يقولوا موافقين ولا مش موافقين. دخل حد كبير في الوسط يصلح لك الوضع. المهم ان البنت تكون بالغة سن الرشد، وانها تكون موافقة عليك وراضية بيك. واحد بيقول ارجوك تجاوبني على هذا السؤال. من صغر سني وانا بعاني من الفشل، فشل في دراستي وفشل في الجيش وفشل في كل شيء تمتد اليه يدي، وانا الان اعمل بوظيفة حكومية. هذيك لم تفشل في الوصول إلى وظيفة، ولكني أشعر بالفشل حتى في حياتي العائلية مع زوجتي. ولم تفشل في أنك تحصل على زوجة وترضى بيك رغم فشلك القديم. أنت بص للنقط الكويسة وما تبصش للنقط الوحشة. ولم أنجب أطفالا، كل حياتي فشل، وأشعر أن الله لا يستجيب لصلاتي ولا يسمعني. ما فيش حاجة حلوة اتمنتها من ربنا واستجاب لي، حتى أنني حينما أصلي وأطلب من الله أنه لا يحرمني من الملكوت، أشعر في داخلي أنني سوف أحرم من الملكوت. أنت نظرتك سودة. انا خايف ما جاوبوش يقول وفشلت في الاجابه على السؤال انك انت. شوف يا ابني، عايز اقول لك حاجه. كل انسان في الدنيا فيه في حياته نقط بيضاء ونقط تعبانه، فانت لا تركز على النقط التعبانه وتنسى النقط الكويسه. كفاية انك انت كبرت الى هذا الوضع وبصحتك، وقدرت تشوف وظيفة، وقدرت تتجوز، ومش كل حاجة وحشة. دور على النقط الكويسة في حياتك وافتكرها، اما النقط بتاعت الفشل دي فانساها. يعني مين من الناس حياته ما فيهاش نقط مطيبة؟ تركز على النقط المتعبة تتعب. واحد برضو بيسأل على يوم الرب، هل ما زال هو يوم السبت أم أصبح الأحد؟ أصبح الأحد. والدليل على كده في آية موجودة في كولوسي 2:16-17، لا يحكم أحد عليكم في أكل أو شرب أو من جهة هلال أو من جهة سبت. مفيش حد يحكم عليكم من جهة سبت. أول ما قامت المسيحية أراد بعض اليهود الذين انضموا للمسيحية أنهم يهودوا المسيحية، يعني دخلوا فيها العادات اليهودية والطقوس اليهودية. بولس الرسول حارب هذا الأمر تماماً.